بالنسبة لرول الجبنة عندنا من 3.5 إلى 4 كوبايات دقيق على حسب ما نحتاج، ما نحطهمش كلهم في الأول. عندنا 2.25 معلقة صغيرة خميرة، 3/4 كوب لبن، 6 معالق كبيرة زبدة، 2 معلقة كبيرة سكر، 1 معلقة صغيرة ملح، 3 بيضات، نص كوب ريحان مفروم، ربع كوب جبنة بارميزان، 2 معلقة كبيرة طماطم مجففة، 1.5 معلقة كبيرة زعتر مفروم، 1 معلقة كبيرة أوريجانو، 3 فصوص ثوم مفروم، ربع معلقة صغيرة شطة، ونص كوب زبدة. وأول حاجة هعملها هحط الخميرة مع اللبن الدافي ومعاه حاجة بسيطة خالص من السكر عشان يساعد الخميرة تختمر وتتفاعل بسرعة. نقلبهم مع بعض. ودلوقتي هاخد الدقيق، زي ما قلت مش هنحطه كله، هنسيب حوالي نص كوباية نشوف في الآخر هنحتاج لهم ولا لا. هحط الزبدة، السكر، الملح، البيض، والخميرة مع اللبن. هبتدي اخلطهم مع بعض وفي الاخر اشوف لو احتجت بقية الدقيق ولا لا. اوكي بنسيبها تخمر. وبنبتدي نفردها بالشكل اللي احنا عايزين. وهحط شوية دقيق وهنزل العجينة فوق الدقيق. عايزين نعملها على شكل مستطيل بس يكون طويل شوية. اوكي كده كويس. افردها على العجينة، لو مش طريه قوي ادخلها الميكرويف حاجه بسيطه. لا كويسه. وافردها بالشكل ده على العجينه. هي دي تقريبا اكننا بنعمل السينامون بان بس بنعملها حادق مش حلو. ودلوقتي هنرش عليها الحشو. ممكن نخلط الحشو مع الزبدة من الأول زي ما بنعمل في السينامون بان. احنا بنحط السكر والقرفة مع الزبدة من الأول. هنحط الطماطم المجففة ممكن اللي يحب يحط سلامي أو كابيروني برضو معاها بيبقى حلو. هحط شوية من الثوم هنفرده عشان ما يبقاش في حتة واحدة. عندنا الأوريجانو والزعتر هنحطهم، وطبعا الشطة زي ما انتوا عايزين، اللي بيحب الشطة ممكن يحطها، اللي ما بيحبش مش مهم. نحط حاجة بسيطة خالص. وطبعا الجبنة البارميزان مهمة. اوكي نوصله للآخر من ناحية واحدة عشان الناحية الثانية تمسك في بعض. ونبتدي نلف رول الجبنة ونتأكد ان هي قفلت
على بعض كويس، وهنبتدي نقطعها. اوكي، ونرصها في صينيه، مش محتاجين نحط فيها زبده او اي حاجه تانية لان هي مليانه زبده، هتنزل زبده في الصينيه. وهنحتاج نسيبها تخمر مره تانيه لحد ما تقريبا تملى الصينيه، وبعد كده هندخلها فرن على درجه حراره 180، وهتقعد في الفرن حوالي ربع ساعه.